بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تمهيدان قبل تتميم الرواية الشريفة. التمهيد الأول: أن الثواب فضل من الله عز وجل، لا أنه مقابل لعمل صالح يفعله المرء، فإن ما يعمله المرء إنما هو أيضا بتوفيق إلهي وبعناية إلهية. يعني أي واحد، حتى الأنبياء والرسل عند الله لا يستحقون أي شيء، وإنما الذي أدوه أدوه بلطف إلهي، كانت وظيفة. إذا العبد يعمل للمولى أمرا شيئا طلبه منه المولى، بعد ذلك هل للعبد أن يتوقع من المولى الثواب؟ كلا، هي وظيفة أدوه ويتوقع الثواب. أنا لو أعطيت لزيد هدية دار بيت، بعد ذلك قال لي شكرا، فهل مقابل الشكر أنا لازم أدفع له مال أيضا؟ لو قلت ما دام أنت شكرتني فتستحق علي 1000 دينار، لا، هذا مضحك أصلا. الله عز وجل أفاض علينا الوجود، وكل هذه التوفيقات من الله، وفي المقابل طلب منا أمورا ونهانا عن أمور، فتقديم ما طلبه والعمل بمطلوبه والانزجار عن ما نهاه، هذا أقل وظيفة أي عابد. لذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام كانوا يرون أنفسهم مقصرين دائما، طبعا يعني القصور مو تقصير، يعني البدن المخلوق ما يمكن أن يؤدي أكثر من هذا، كانوا من شدة العبادة يقعون على وجوههم كالخشبة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها من شدة الوقوف في العبادة تورمت قدماها، هذا كل أيضا كانوا يحسون بالقصور، يعني قصور المخلوق ما يمكن بعد بهذه الهيئة الخاصة أن يؤدي أكثر من ذلك. رسول الله كان يريد أن يؤدي الأكثر، فالله عز وجل قال ما أنزلنا عليك طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في الليل ماكو داعي أنت تقوم الليل كله والنهار كله مع الناس، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن الثواب إنما هو فضل من الله، هذا الأجر الذي يعطيه الله على العمل الصالح هذا فضل ولطف. كل وجودنا لطف، كل عمل صالح نعمله لطف من الله، وكل ثواب يتفضل به علينا الله عز وجل فهو لطف أيضا. هذا من جهة. من جهة أخرى بالتلازم تتميما للمطلب نقول أيضا العقاب من الله عز وجل تجاه فعل سيء، هذا أيضا العقاب المحدود، هذا أيضا لطف من الله. وإلا في دعاء الإمام السجاد أن من يهم بفعل المعصية استحق جميع عذاب الخلق، مو أنه يفعل المعصية ينوي معصية رب الأرباب، الله خب اللي ينوي المعصية يعفو عنه. طبعا النية تدعو الإنسان للعمل، لذلك النية منهي، يعني نية الحرام هذا مو محرم شرعا، ولكنها تؤدي الإنسان إلى الحرام. اللي ما يفكر بالحرام ما يفعل الحرام طبعا، لأنه كل حرام له مقدمة، ومن المقدمات النية. إذا واحد ما قصد حرام ما يفعل الحرام. لذلك يقول في رواية عن يمكن النبي عيسى عليه السلام أن موسى أمركم بأن لا تذنبوا، مضمون الرواية،
وأنا آمركم بأن لا تفكروا في الذنب. الذنب يعني اشتعال الدار، التفكير في الذنب مثل إذا واحد يخلي هنا أوراق ويشعلها، البيت كله يصير أسود، هذا الدخان ينتشر في البيت. فتفكير الذنب ولو الذنب في النية هذا يسبب سوادا في قلب الإنسان، وهو هذا الذي يدعو الإنسان إلى الحرام والعياذ بالله. لذلك لاحظوا دعاء الإمام السجاد: ولقد كان يستحق في أول، يعني البشر العابد يستحق في أول ما هم بعصيانك، شنو يستحق؟ كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك بنية العصيان. طبعا البعض قالوا الهم بالعصيان يعني الاشتغال بالعصيان، مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذه الإرادة يعني الإرادة الخارجية المتحققة خارجا في فعل، ولكن هذا خلاف الظاهر. أصل نية العصيان لماذا؟ نية العصيان توجب، يعني الله عز وجل شنو اللي يريد يعاقب الخلق العاصي؟ كل ذلك العقاب يستحقه من هم بعصيان الله عز وجل. لماذا؟ الحكمة هنا، لأنه لا منتهى لعظمة الله. أكو منتهى لعظمة الله؟ الله غير محدود، فعظمة الله غير محدودة أيضا، فلا منتهى بقبح معصيته. لا منتهى لعظمة الله، لا منتهى لقبح معصيته، ولا منتهى لقبح النية على المعصية. فيستحق الناوي للمعصية مهما كانت صغيرة لأشد أنواع العذاب. شوفوا، أنت لا تشوف شنو اللي عصيته، لا تستصغر ذنبا، انظر إلى من عصيت. أنت دا تخالف، يمكن واحد يقف أمام ملك، إذا شوية يتحرك حركة زائدة الملك يأمره بالسجن. ليش؟ لأنه أنت واقف أمام الملك، أنت اللي أفاض الله عليك كل وجودك تهم بمعصيته. إذن شوف عظمة من هممت بمعصيته، فلذلك تستحق العقوبة. وكل فعل حسن يصدر من الإنسان هذا أيضا من الله، لذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنا أولى منك بحسناتك. الحسنات التي يصدر من الإنسان يجب على الإنسان أن يشكر الله على أن وفقه لأداء الحسنات، ويشكر الله على أن وفقه لشكر هذه الحسنة، وهكذا. يعني كل شكر تلزم شكرا جديدا، لأنه توفيق من الله عز وجل. فإذن طبعا هذا ما ينافي جزاء وفاقة، يعني الجزاء على قدر المعصية وعلى قدر الثواب على قدر العمل الصالح. أو هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أو في آية أخرى: وما ربك بظلام للعبيد. استحقاق العقاب أمر، ولكن فعلية العقاب الله عز وجل في هذه الدنيا في هذه النشأة سن قوانين، قال اللي نوى المعصية أنا أعفو عنه، هذا بتفضله أيضا، ومن فعل معصية صغيرة فله كذا من العقاب، ومن فعل معصية كبيرة فله كذا من العقاب، ومن قتل وليا من أولياء الله كسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فله ذلك العقاب العظيم. هذا لو يعني من الله عز وجل في هذه النشأة هكذا سن الله. أما بالنسبة إلى الاستحقاق فالاستحقاق موجود، هذه النية تدل على خبث سريرة الإنسان، وهذه السريرة تدعو الإنسان إلى النار، يعني هذا الخبث المفروض يدعو الإنسان إلى النار. زين، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الأمر الثاني أنه العقل ما يدعو الإنسان إلى الجنة، كما في الرواية: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هسه واحد يمكن يكون ذكي، يكون داهية، يكون عبقري، بس إذا عنده غرور، إذا عنده عجب بنفسه، إن كان مستكبرا هذا ما يرضخ للحق،
كثير من الأحيان. المهم أن يجعل الإنسان نفسه قلبه قلب صافي، ماكو بي غش، ماكو بي نوع من أنواع الاستكبار والإعجاب بالنفس. كثير ممن عاصروا الأنبياء والأئمة عرفوا الحق حق معرفته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذول كانوا عباقرة، كثير منهم كانوا كبار في أقوامهم، كبار التجار، كبار الشخصيات، كبار السياسيين، مع ذلك كان يخالف. لماذا يخالف؟ يقول أنا أجي أتبع واحد غيري هو على حق وأنا على باطل. هنا نفد منعطف خطير. الإنسان يجب أن يتبع الحق، هذا لازم من اليوم الأول يجعل في نفسه هذا الشيء. إذا جعل يعني ربى نفسه على اتباع الحق كيفما كان له أو عليه، هذا يتوفق. مو صعب عليه أن يغير. إذا أنا كنت أؤيد شخصا لمصلحة دينية ورا عشرين سنة شفت هذا الشخص منحرف، والآن وصلت إليه المصالح ووصلت إليه الدنيا، يعني أنا كنت أؤيد شخص وهو ضعيف وهذا سبب ضعف لي، عندما كنت أراه على حق، بعد فترة اللي ذلك الشخص وصل إلى مكانة مرموقة، وصل إلى مال كثير، إلى كرسي سلطنة، شفت على باطل، هنا أنا بعد سهل علي أن أتركه، مع أنه الآن بقائي وياه يوجب المصالح لي. إذا وطن الإنسان نفسه أن يتبع الحق، بعد ما تهمه ظواهر الدنيا، الزخارف الموجودة في الدنيا، يتبع الحق. لذلك كبراء قريش هؤلاء، مع أنهم كانوا حقيقة عباقرة كثير منهم في الفهم، ولكن لم يستعملوا عقولهم وإنما غلبتهم شقوتهم، أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وآله، بل سببوا إفساد الباقين. يعني الآن نجي نذكر في هذه الرواية في احتجاز الرسول صلى الله عليه وآله مع جماعة من المشركين، أنه كيف كان يفكر ليوجب إغواء وإغراء العوام. يعني أدلة ظاهرها أدلة قوية، ولكن في الباطن هي شيء، هذا مو دليل وإنما هذا نوع من المغالطة، ولكن أثر على العوام تأثير كبير وبالغ جدا. عموما إذا واحد ما يفهم ما يقدر يجيب أدلة بصورة قوية ومغالطات ظاهرا، مغالطات يعني منطقية ظاهرها، دائما العالم اللي يجي يوجب انحراف الناس. الجاهل ما يقدر أن يأخذ بأيدي الناس إلى الضلالة، العالم اللي يأخذ يد الإنسان إلى الضلالة. فالمهم أن يحكم الإنسان عقله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وما والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهتي للغدر لكنت أدهى العرب. معاوية اكتسب الساحة وأمير المؤمنين بقي وحيدا، هذا كان الواقع. أمير المؤمنين بقي وحيدا يعني مع مجموعة قلة. لذلك نشوف الإمام الحسن هذه الظاهرة تجلت إلى أن اضطر الإمام لأن يعقد الصلحة مع معاوية. زين، مثلا الوليد ابن المغيرة كما في هذه الرواية التي سنقرأها إن شاء الله، هذا حقيقة كان عبقري، بس الله عز وجل في القرآن يقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. حقيقة تقديره كان تقدير يوجب إغواء العوام وإغراء العوام. ذرني ومن خلقت وحيدا. في كل عام كانوا يغيرون ستار الكعبة، فكل القبائل تجتمع. هو قال، كان تاجر كبير، هو قال أنا في عام أغير وأنتوا القبائل كلكم في عام غيروا، لذلك أصبح وحيدا في بعض التفاسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، أو يمكن ابن زناكا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى آخر الآيات المباركة. هذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
واستمع إلى بعض الآيات. قال اقرأ لي من شعرك. قال لست بشاعر، وإنما هذه آيات إلهية الله أنزلها. قال طيب، خلي أستمع لهذا لما تقول. فالرسول صلى الله عليه قرأ له بعض الآيات فقشعر بدنه ووقفت كل، كما في الرواية، كل شعرة في بدنه من قوة هذا المنطق في الآيات المباركة. فبعدين ذهب إلى بيته، الناس جاءوا إلى أبي جهل قالوا هذا تأثر برسول الله صلى الله عليه وآله. أبو جهل راحل للبيت، قال يا عم نكست رؤوسنا شنو؟ قال لا أنا ما متأثر به، هذا ليس بساحر، ليس بشاعر، هذا مو شعر ولا خطابة، أنا سامع خطابة، أنا سامع شعر. الخطابة كلمات مثلا مرتبطة، هذه كلمات متقطعة كثير منها مو مرتبطة، وليس بكاهن، وإنما نقول إنه ساحر يسحر الناس، لأنه حقيقة لكلامه جذب هائل. فكلمة ساحر منه، هذه التوهمات التي ألقاها بين المستمعين أيضا منه، أنه أنت إذا رسول خلي يكون فد ملك وياك يسندك، خلي الله يجي يضمنك نشوفه، خلي يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وهم أخير شيء بعد كل هذه الحالات أن يكون لك جنة، بستان عظيم في مكة، ومكة بلد كله جبال ووعر، وما يمكن أن يكون هناك بستان من عنب وغير عنب، عيون تفجر عيون في أراضينا، هاي أراضينا جرداء موات عيون، خلي يعني قضايا اللي رسول. وبعدين هم يضيف أنه وإن فعلت ذلك مو معلوم، قد نؤمن لك وقد نقول بأنك ساحر والعياذ بالله. هذا شنو معنى؟ هذا العوام يتأثرون يقولون طيب خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له بيت من ذهب، خلينا نطمئن. ثانيا ليش على رسول الله اللي شخص من يعني الأفراد العاديين في مكة من عائلة جيدة، بس هو كشخص عادي، خلي القرآن، خلي الوحي ينزل على رجل عظيم من مكة أو رجل عظيم من طائف، أمور توجب إغراء العوام، هو يأثر على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هسه لاحظوا، ولا نقول كما قالت اليهود والنصارى إن لك ولدا، تعاليت عن ذلك، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد كما ذهبت النصارى واليهود. قال فذلك قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال الطائفة غيرهم من هؤلاء الكفار ما قالوا، نفس الكلام. قال الله تعالى يا محمد، تلك أمانيهم التي يمنونها، أمنيات بلا حجة، أنه يتصورون أنهم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. قل هاتوا برهانكم وحجتكم على دعواكم إن كنتم صادقين، كما أتى محمد صلى الله عليه وآله ببراهينه التي سمعتموها، جيبوا براهينكم. ثم قال بلى من أسلم وجهه لله تعالى، يعني كما فعل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله لما سمعوا براهينه وحجته أسلموا لرسول الله، وهو محسن في عمله، اقتران الإيمان بالعمل الصالح. دائما في القرآن أكو اقتران للإيمان بالعمل الصالح، المؤمن إذا ما يعمل عمل صالح فقد أتى بجزء، الطائرة لا تطير بجناح واحد وإنما بجناحين، هذا ما يقدر يرتقي إلى الجنة إذا مؤمن ولم يعمل صالحا أو عمل الصالح وليس بمؤمن، هذا ما ينفع الشيء. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في عمله فله أجره وثوابه عند ربه، هذا فله مو جزاء لعمله وإنما التفضل من الله عز وجل، ما يستحق الثواب أبدا، الله عز وجل هكذا تفضل. يوم فصل القضاء ولا خوف عليهم حين يخاف الكافرون مما يشاهدونه من العقاب، ولا هم يحزنون عند الموت لأن البشارة بالجنان تأتيهم، من حالة الموت كأنما
يكشف عن بصرهم ويرون مقاعدهم في الجنة. زين، احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على جماعة من المشركين. عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: قلت لأبي علي بن محمد عليه السلام: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه، يعني إذا لاموه على فعله؟ يعني يرون أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تعجبهم أفعال رسول الله فيعاتبوه، ويحاجهم، أن رسول الله يحاج هؤلاء المشركين؟ قال: بلى، مرارا كثيرة، منها ما حكى الله من قولهم وقالوا المشركون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا واحد مثلنا، لولا أنزل إليه ملك، إلى قوله رجلا مسحورا. وأيضا قالوا المشركون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من مكة أو طائف، والمفسرون يذكرون من في مكة كان من كبار أهل مكة ومن كان في الطائف. وقوله عز وجل: وقالوا أي المشركون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. احنا في مكة، أنا عرض لا يمكن أن أي أرض، يعني نتيجة ما يمكن زرعها. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما يمكن الزرع، تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله كتابا نقرأه. ثم قيل له في آخر ذلك: لو كنت نبيا كموسى. موسى شلون دعا على آل فرعون فنزل أصناف وأنواع العذاب عليهم؟ لو كنت نبيا كموسى أنزلت علينا كسفا من السماء، يعني قطع مكثفة متراكمة من السماء، ونزلت علينا الصاعقة في مسألتنا إليك. هذا اللي نسألك، لأن مسألتنا أشد من مسائل قوم موسى لموسى عليه السلام، أو موسى اللي طلبوا، بني إسرائيل اللي طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة، ماذا صار؟ فأخذتهم الصاعقة، الأربعين اللي أخذهم موسى إلى جبل الطور. فمسألتنا مو أهون من تلك المسألة. قال: وذلك أن رسول الله، هذا التفصيل، الإمام العسكري عن والده ينقل هذا التفصيل: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاعدا ذات يوم بمكة بفناء الكعبة، إذا اجتمعت جماعة من رؤساء قريش، منهم الوليد بن المغيرة المخزومي، هذا كان كبير أهل مكة، وأبو البختري وابن هشام، كبيرهم يعني من ناحية المال وشخصية مرموقة، وابن هشام وأبو جهل والعاص بن وائل السهمي وعبد الله بن أبي أمية المخزومي، وكان معهم جمع ممن يليهم كثير، مجموعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله ويؤدي إليهم عن الله أمره ونهيه. الرسول أمد ينصح أصحابه ويقرأ القرآن. فقال المشركون بعضهم لبعض: لقد استفحل أمر محمد. استفحل يعني تفاقم، اشتد. هذا في اليوم الأول ما كان وياه إلا علي بن أبي طالب وخديجة، الآن صاروا مجموعة يقرأ عليهم القرآن. تفاقم، اشتد أمره وعظم خطبه. فتعالوا نبدأ بتقريعه، يعني تعنيفه، لومه، تأنيبه، وتبكيته، وتوبيخه، نفس المعاني مترادفة، والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به، ليهون خطبه على أصحابه، يعني يحقر، يهون يحقر شأن عند أصحابه، ويصغر قدره أو قدره عندهم، فلعله ينزع عما هو فيه من غيه وباطله وتمرده وطغيانه، ينفصل عن هذا الغي والعياذ بالله. فإن انتهى فبها، وإلا عملناه بالسيف الباتر نحاربه.
قال أبو جهل: فمن ذا الذي يلي كلامه ومجادلته؟ من منكم اللي يريد يروح يتباحث وياه يتناظر معه؟ قال عبد الله بن أبي أمية المخزومي: أنا إلى ذلك، أفما ترضاني له قرنا؟ قرنا جمع أقران، قرن يعني النظير في الشرف والمكانة والمال، النظير يعني النظير من كل الجهات، يسموه قرن وجمع أقران. أفما ترضاني له قرنا مثيلا له في الشجاعة في البلاغة، حسيبا يعني كافيا، يعني أنا حقيقة مستوى كفو له، ومجادلا كفيا؟ قال أبو جهل: بلى. زين اتروح. فأتوه بأجمعهم، فابتدع عبد الله ابن أبي أمية المخزومي فقال: يا محمد، لقد ادعيت دعوة عظيمة وقلت مقالا هائلة، زعمت أنك رسول الله رب العالمين، وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله. بشر مثلنا، ليش؟ لأنك أنت واحد مثلنا، بشر مثلنا، تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي، فهذا ملك الروم. شوفوا الاقتران، هذا اللي يؤثر على العوام. وهذا ملك الفرس، لا يبعثان رسولا إلا كثير المال. الرسول لازم يكون شخصية ذو مكانة اجتماعية عظيم الحال، له قصور ودور وفساطيط، بيوت من شعر وخيام وعبيد وخدام، ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم، فهم عبيده ولو كنت نبيا. الأمر الأول، إذن لازم يكون لك شأن كبير في قومك وأموال كثيرة. النقطة الثانية، أنه ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده. الملك خلي يجي يكون وياك، احنا نشوفه وهو هم يأيدك. بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث إلينا ملكا لا بشرا مثلنا. ملك قفد واحد أعلى منا احنا نتبعه، ليش واحد مثلنا احنا نتبعه؟ ما أنت يا محمد إلا رجلا مسحورا ولست بنبي، سحروك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو هذا استدلالك وانتهى؟ هل بقي من كلامك الشيء؟ قال: بلى. لو أراد الله، أضافه، لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فينا، أجل من فيما بيننا، أكثره مالا وأحسنه حالا، فألا أنزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وابتعثك به رسولا. المفروض أن الله عز وجل ينزل القرآن على رجل من القريتين، يعني مكة أو الطائف، عظيم، إما الوليد بن المغيرة بمكة، وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف، كبروا هذين البلدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل بقي من كلامك شيء يا عبد الله؟ فقال: بلى. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا بمكة هذه، فإنها ذات أحجار وعرة وجبال تكسح أرضها. كسح بيته يعني كنس بيته، الرياح تكسح الأرض يعني تشق التراب عن الأرض، وتحفرها وتجري فيها العيون، فإننا إلى ذلك محتاجون. هاي أرض سبخة، إحنا نحتاج إلى العيون فيها. أو تكون لك جنة من نخيل، بستان من نخيل وعنب، فنأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار خلالها، بين هذه الأشجار، خلال تلك النخيل والأعناب تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا، قطعا مركبة، فإنك قلت لنا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يعني سحاب متراكم، يتصوروا هذا كأنما قطعة من السحاب، هذه القطعة تنزل. ما دامت تقول أنه يمكن أن السماء تنزل، يلا راوي لنا. ثم قال: أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قبيلة كما ذكره المفسر يعني ضامنا كفيلة، يجون يكفلوك يقولون هذا يصدق. وكيف تأتي به، يعني الله يأتي عندك يقف كأنما هو جسم، وبهم بالملائكة
وهم لنا مقابلون وهكذا يكفلونك، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب تعطينا منه وتغنينا به فلعلنا نطغى، يعني نستكفي بعد نكيف، وإنك قلت لنا حتى يثبت صدق كلامك، كلا أن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى المال والمكنة والسلطة والكذا يستغني عن كل شيء. خلينا نشوف إحنا نستغني، هل نستغني عن كل شيء أم لا، إلى أن نصل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.